هل يجوز التعامل مع الجان المؤمن؟ الجان ايش؟ المؤمن. هم نعرف الجان اصناف، ومنهم الصالحين ومنهم الكفار. فسؤال هذا سؤال في مجموعه من الاشخاص، مش شخص واحد، مجموعه من الاشخاص بيطرحوا علي هذا السؤال، ويتكرر هذا السؤال انه هل يجوز لي اني اتعامل مع الجان المؤمن؟ وهون اخوان نقول لا استطيع ان اعطيك اجابه. ليش؟ لانه عشان انا اعطيك اجابه لازم تثبت لي، انت لازم تثبت لي انه هذا الجان اللي موجود عندك فعلا مؤمن. اثبت لي انه هو مؤمن. بدك تقول لي والله قال لك انه مؤمن، بقول لك طيب شو المشكله؟ بيجيك شيطان شو بقول لك؟ بقول لك انا جني مؤمن. طب ما هو كذاب وبدعي ايش؟ بدعي الايمان. فما ادراك انه هو ايش؟ جني مؤمن. بتقول لي والله كل الشغلات اللي علمني اياها وفرجاني اياها عشان انا ادور على خير الناس واساعدهم، شو بقول لك؟ بقول لك هذه من حبائل الشيطان. دائما الشيطان ياتي ابتداء عشان شو يسوي؟ عشان في النهايه يحرفك عن دين الاسلام. شو بيبدا معك؟ بيبدا معك بالامور الصحيحه. اول ما بيبدا معك بقول لك انا جني مؤمن وجيت اعلمك شغلات تعلمها للناس او تسويها مع الناس عشان شو يسووا؟ عشان انا افيدهم، لانه انا بدي مصلحتهم، انا بحبهم. هذه اول خطوه بيجيك اياها. شوي شوي بتطور معك، وشو بصير؟ بصير يسحب اجرك حتى انه هو يضلك عن الصراط المستقيم. ولو فرضنا اخواني ما حدث انه هو ضلك عن الصراط المستقيم وتموا معك سنين طويله، شو تموا معك؟ سنين طويله، كل الشغلات اللي يعطيك اياها ويحكي لك اياها ويعلمك اياها فيها خير للمسلمين. ما ادراك انه هدفه خير. لربما شو كان بده يسوي؟ كان بده يستخدمك زي جسر انك شو تسوي؟ توصل معلومات خاطئه من عالم الجن والشياطين لمين؟ لعالم الانس. بده يستخدمك جسر. يعني اخوان الشياطين يريدوا ان يلبسوا على الناس ويضروهم، ولا بأس عندهم انهم يستخدموا حبائل كانهم ينتدبوا. شيطان من الشياطين يدعي الايمان والاسلام، وهذا الشيطان يتم يدعي الايمان والاسلام، وياتي الانسان. هذا الانسان اخواني عاده ننتبه، عاده بتكون في صفتين الانسان اللي تجي الشياطين على انها جان مؤمنه، بيكون في صفتين. الصفه الاولانيه الصلاح. شو اسمها؟ الصلاح. يعني ما بتيجي لانسان فاسد، شو بتيجي لمين؟ لانسان صالح. ليش؟ ليش بدها تيجي لانسان صالح؟ لان هذا الانسان الصالح مصدق بين الناس، شو ماله؟ مصدق بين الناس. عشان هيك لما هذا الانسان الصالح يقول شيء، شو بتسوي الناس؟ بتصدقه. فان جاءت الشياطين بمعلومه لهذا الانسان الصالح، وهذا الانسان الصالح نقلها للناس، شو بتسوي الناس؟ بتصدقها حتى لو كانت هذه المعلومة شو مالها؟ معلومة كاذبة. عشان هيك الشياطين تنتقي من مين؟ تنتقي من الصلاح، أناس تلبس عليهم. فهذه الصفة الأولى التي نتكلم عنها أنها توجد في مين؟ في الناس اللي بتختارهم زمر الشياطين حتى تستخدمهم لحرب الإنسان. طب والصفة الثانية؟ الصفة الثانية هي بعد الصلاح مع الطيبة، هي عدم توفر العلم الشرعي في هذا الإنسان.